دائما تغطية متواصلة على قناة الجزائر الدولية للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، ومثل ما تشاهدون في هذا البث المباشر قصف جوي صهيوني على مناطق واسعة على قطاع غزة بعد أن شنت مقاتلات صهيونية سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة منتصف ليل الخميس إلى الجمعة. وذكر مصدر أمني فلسطيني أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على مواقع في مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسمع دوي انفجارات ضخمة في غزة بينما دوي صوت المقاتلات الصهيونية خلال تحليقها في سماء القطاع. وفي دائما تغطيتنا المتواصلة أكد الجيش الصهيوني بدء تنفيذ سلاحه الجوي غارات على القطاع في وقت أكدت الفصائل المسلحة في غزة في بيان مشترك جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان ودفاع عن الشعب الفلسطيني في كل مكان. إذن دائما مع تغطيتنا المباشرة ودائما مع استقبال الضيوف، ويلتحق بنا من غزة عبر الهاتف مخيمر أبو سعدة، أستاذ جامعي ومحلل سياسي مختص في شؤون الاحتلال الصهيوني. إذن أستاذ مخيمر، هل تتوقعون أن تكون هذه الغارات عدوان محدود للجيش الصهيوني أم أنها بداية لحرب واسعة أيضا وأشمل؟ مساء الخير. يعني حسب ما صرحت به أو يعني الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال بأنه تم استهداف كما يقول مسار أنفاق فلسطينية من قطاع غزة باتجاه يعني الاحتلال الإسرائيلي. تم استهداف مسار نفق في منطقة بيت حنون شمال قطاع غزة، وكذلك تم استهداف مسار نفق آخر في منطقة شرق خان يونس وهي شرق منطقة قطاع غزة، إضافة إلى قصف مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية من ناحيتها قامت بإطلاق رشقات من الصواريخ والقذائف الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة. يعني بعتقد من المبكر الحديث إن كانت هذه المواجهة ستكون حرب مفتوحة أم أنها ستكون يعني محدودة جدا، ولكن أنا بعتقد أن الساعات القادمة ستحدد إذا ما كنا يعني باتجاه حرب موسعة وتصعيد كبير أم أنه تصعيد محدود. إذا استمرت عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك قامت المقاومة الفلسطينية بالرد على هذه الهجمات الإسرائيلية، هذا يمكن أن يقود إلى يعني حرب مفتوحة أو صراع أكبر مما هو معهود، يعني كما يحدث غالبا تصعيد لمدة يومين أو ثلاثة أيام. يعني قد تذهب الأمور إلى تصعيد كبير، خاصة وأن يعني هناك انتقادات واسعة من جانب الجمهور الإسرائيلي، من جانب المعارضة الإسرائيلية للحكومة، ولذلك يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تمتص نقمة الشارع الإسرائيلي ونقمة المعارضة من خلال توجيه ضربات قوية لقطاع غزة خلال الساعات القادمة. وبالحديث عن ردود الصهيونية أستاذ مخيمر، ربما وسائل إعلام عبرية تقول أن الغارات استهدفت مناطق معينة، هل هذه هي الرواية الصهيونية مبررة نظرا لكثافة الغارات التي شاهدناها منذ بداية هذا العدوان الصهيوني؟ ويجب الأخذ بعين الاعتبار أننا نتحدث عن مساحة جغرافية محدودة جدا، يعني قطاع غزة لا تتجاوز مساحته أكثر من 365 كيلومتر مربع، ويقطن في قطاع غزة أكثر من 2 مليون نسمة، وبالتالي حتى وإن يعني قامت قوات الاحتلال باستهداف أراضي زراعية أو مناطق تابعة للمقاومة الفلسطينية، فمن يعني من المؤكد أنه ستقع هناك إصابات بين صفوف المدنيين.
على اعتبار أن منطقة قطاع غزة تعتبر من أكثر مناطق العالم كثافة بالسكان، وبالتالي حتى استهداف المواقع العسكرية التابعة للمقاومة الفلسطينية سيؤدي إلى إصابات وقد يؤدي إلى وقوع ضحايا فلسطينيين، لأنه هذا ما حصل في مرات عديدة سابقة، ولذلك يعني نتوقع الأسوأ خلال الساعات القادمة. أستاذ مخيم، ربما حركة حماس دعت قبل قليل توحيد الفصائل الفلسطينية تحسبا لأي مواجهة، كيف تتوقعون أن تكون ردة فعل المقاومة الفلسطينية؟ المقاومة الفلسطينية من ناحيتها تقول أنها جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة. المقاومة تعتبر أنها في حالة دفاع عن نفسها وفي حالة دفاع عن شعبها، وأي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة سوف يواجه من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية. هناك غرفة عمليات مشتركة تجمع كل الفصائل الفلسطينية، ولذلك أي رد فلسطيني من جانب المقاومة في قطاع غزة يتم بالتنسيق بين الفصائل، وخاصة حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل مقاومة فلسطينية أخرى. وكما يعني أشارت العديد من وسائل الإعلام، يعني ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انطلقت القذائف الصاروخية من غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، ولذلك يعني المقاومة تعتبر أنه أولا الهجوم غير المبرر على المسجد الأقصى خلال اليومين الماضيين والاعتداء على المصلين والمعتكفين في باحات المسجد الأقصى، وثانيا هذا العدوان على قطاع غزة لن يمر مرور الكرام، يعني هذا يستدعي رد من المقاومة على هذه الجرائم الإسرائيلية. والأكيد أن قناة الجزائر الدولية ستواكب من خلال تغطيتها المباشرة كل المستجدات ضمن برنامج بانوراما وأيضا في المواعيد الإخبارية لاحقة. شكرا جزيلا أستاذ مخيمر على هذا التدخل على قناة الجزائر الدولية.